السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصيحة تعيش بها سعيدا مرتاح البال: ابدأ يومك بصلاة الفجر وأذكار الصباح وتوكل ليحصل لك الانشراح واليسر والفلاح. واصل الاستغفار فإنه يمحو الذنوب ويجلب الرزق. لا تقطع الدعاء فإنه حبل النجاة. تذكر أن كلماتك تكتبها الملائكة. تفاءل ولو كنت في عين العاصفة، جمال الأصابع في حقدها بالتسبيح. إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقل لا إله إلا الله. اشتري بالمال دعاء الفقراء وحب المساكين. سجدة مطمئنة خاشعة أفضل من ذهب الأرض. فكر قبل إخراج الكلمة، فرب كلمة قاتلة. احذر دعوة المظلوم ودمعة المحروم. قبل قراءة الكتب والجرائد والمجلات اقرأ القرآن. كن سببا لاستقامة أهلك. جاهد نفسك على الطاعة فإن النفس أمارة بالسوء. قبل كفوف والديك تنل الرضوان. ملابسك القديمة جديدة عند الفقراء. لا تغضب ولا تباغض ولا تقطع ما أمر الله به أن يوصل، فالحياة أقصر مما تتصور. معك أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء، إنه الله جل جلاله. فتق وأبشر، لا تغلق باب الإجابة بالمعصية. الصبر والصلاة خير مما يعينك على المصائب والمتاعب والواجبات. تجنب الظنون السيئة تريح وتستريح. سبب كل هم الإعراض عن الله فأقبل عليه. صلي صلاة تدخل معك قبرك. إذا سمعت من يغتابك فقل له اتق الله. داوم على تلاوة سورة تبارك فهي منجية. المحروم من حرم صلاة خاشعة وعينا دامعة. لا تلاحق المؤمنين الغافلين بالأذى. اجعل الحب كله لله ولرسوله وخالق الناس بخلق حسن. سامح من اغتابك فإنه أهدى إليك حسناته. الصلاة والتلاوة والذكر نور في وجهك وانشراح في صدرك وتوفيق في عملك. من تذكر حر النار صبر عن دواعي المعصية. ما دام الليل ينجني فإن الهم سيزول ويبدل الضيق فرجا والعسر يسرا. أهجر قيل وقال فعندك من الأعمال كالجبال. صلي بخشوع فكل ما ينتظرك أقل شأنا من الصلاة. اجعل المصحف عند رأسك فقراءة آية خير من الدنيا وما فيها. الحياة جميلة وأجمل منها ما فيها الإيمان بالله. السعادة لا تحتاج منا إلى أن نحمل أنفسنا ما لا طاقة لنا به ونرهق عقولنا وقلوبنا بحب الدنيا. كل ما نحتاجه قلبا متسامحا، وجها مبتسما، وقناعة بالرزق، وثقة تامة بالله. اللهم علق قلبي بالصلاة وبالقرآن وبذكر، وأبعدني عن دروب الخيبات وأرزقني الثبات حتى ألقاك.